تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. سيداتي سادتي، كل عام وأنتم بخير. قال الملك للرعاة بيت ساحور: إني أبشركم بفرح عظيم يعم الشعب كله، اليوم في مدينة داود ولد لكم مخلص هو المسيح الرب، وهذه علامة لكم، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. السؤال كان حول شجرة عيد الميلاد، عفوا، بما أن بعضهم يقول أن هذه الشجرة هي رمز وثني، وكما يقال في العرب الدارج العكس هو الصحيح، يعني خلاف ذلك تماما هو الصحيح، اختلاف النهار مع الليل. يبدو أن في القرن الثامن الراهب الإنجليزي القديس فيلفريد، الذي بعد ذلك سمي بونيفاسيوس أو بونيفاتيوس، أي المحسن صانع أو محسن صانع الخير، زار بلاد الجرمان ولعلها ألمانيا الحالية، ووجد أنهم يعبدون البلوطة، ولعلهم في ذلك كانوا يحذون حذو الرومان القدماء الذين كان بعضهم يعبد بلوطة مقدسة. فأتى القديس فيلفريد بونيفاتيوس وتحدى الجرمان ودعا منهم نفرا كثيرا وقال لهم: الآن أنا أريكم أن هذه ليست إلها ولا معبودا، وراح وبفأس قطع تلك الشجرة التي على فكرة تذبل أوراقها، شجرة البلوط. وطبعا وقبل ذلك غضب منه الجرمان واستاءوا، وكاد بعضهم ينقض عليه، ولكنه كان عنده الجرأة أن يقطع تلك الشجرة. ثم بعد ذلك أهداهم شجرة دائمة الاخضرار وقال لهم: هذه ترمز إلى المسيح، فالشجرة حياة والمسيح هو الحياة. طبعا نقرأ في إنجيل يوحنا بما لا يدعو للشك، قال السيد المجد: أنا الطريق والقيامة والحياة. أنا أيضا أنا، نعم أنا الطريق والحق والحياة، وقال لمرثى: أنا القيامة والحياة. إذا ممكن أن نجد هذا هو الأساس التاريخي لشجرة عيد الميلاد التي يدعوها الألمان التننباوم، تننباوم. ولكن طبعا ممكن لتقوانا ولمنطقنا أن تجد أيضا تشبيها آخر، وهو شجرة الحياة، شجرة الحياة التي في وسط الجنة. ولا أتكلم عن شجرة معرفة الخير والشر التي أراد الإنسان الأول أن يقطف ثمرها وأن يضع نفسه حاشا وكلا محل الله فيحدد هو الخير والشر. وطبعا لنا نحن المسيحيين كما تقول الإنجليزية الشجرة a tree rings a bell، يعني الشجرة توحي إلينا بشجرة الحياة التي هي الصليب، شجرة الحياة التي هي الصليب الكريم المحيي، كما نقول كما نرتل في القداس لإكرام الصليب، لأن الذي أي الشيطان الذي غلب الإنسان بالخشبة أي بالشجرة، شجرة معرفة الخير والشر، بالشجرة أيضا يغلب،
أي بشجرة الصليب. وأذكر هنا طبعا كلمات الشاعر أمير الشعراء المصري أحمد شوقي الراحل، وكانت إحدى جداته يونانية، ولا بد أنه تعلم منها ذلك، أي التقوى والإكرام للسيد المسيح والسيدة العذراء. ولد الرفق يوم مولد عيسى، طبعا عيسى يقصد السيد المسيح. والمرؤات والهدى والسناء، وازدهى الكون بالوليد وضاءت بسناه من الثرى الأرجاء. أما في شأن الصليب فقد كتب أمير الشعراء أحمد شوقي مخاطبا الجنرال ولعله اللورد الليمبي، الذي أراد سنة 1909 أن يقمع بالقوة ثورة في مصر. يا فاتح القدس خلي السيف ناحية، ليس الصليب حديدا كان بل خشبا، فإذا رأيت إلى أين انتهت يده وكيف عانق في الرفعة القطبة، عرفت أن بعد الضعف أن وراء الضعف مقدرة، وأن للحق لا للقوة الغلبة. قبل قليل ربطنا أيها الإخوة، وليس من باب الصدفة، شجرة عيد الميلاد بشجرة الصليب. هنا شجرة الحياة، هنا شجرة الحياة، الصليب الكريم المحيي، كما نقول في الطقس البيزنطي في اللغة اليونانية، أو تيميوس كيزوبيون ستافروس. ولكن إذا سألني الشرقيون ولا سيما إخواتنا أشقائنا من الروم الأرثوذكس، ما العلاقة بين الشجرة شجرة الميلاد وشجرة الحياة التي هي شجرة الصليب الكريم المحيي؟ ننتقل معكم إلى أيقونة الميلاد الشهيرة، الأيقونة البيزنطية الشهيرة للميلاد. حسب ما أذكر الطفل يسوع فيها مقمط، ليس بقمار طفل بل بكفن. طبعا هذه إشارة، بل هي إشعار بأن هذا الطفل المخلص بدأ الآن تخليصه للعالم الذي سيتمه باستشهاده فاديا على الصليب، طبعا وبقيامته المجيدة وصعوده السعيد. وكل عام وأنتم بألف خير. آمين.